نقدم في مناسبة اليوم المفتوح يوم أغاني تراثية، وقد عزفنا أغنية البوابة للفنان رملي شريف الذي اشتهر كثيراً في ستينيات القرن الماضي. هذه تقاليد معروفة في ماليزيا، والسياسيون وقادة الأحزاب يدعون الناس إلى مشاركة احتفالاتهم فيها، ولا فرق إن كانت بمناسبة العيد أو بداية السنة الصينية أو الميلادية. وفي هذه الاحتفالات نتجنب الحديث في السياسة. البيت المفتوح بالنسبة إلي مناسبة جيدة لصلة الرحيم ولقاء أكبر عدد من الأصدقاء، وعندما يكون الداعي شخصية بارزة فهذا يعني مشاركة واسعة من الناس ووفرة كبيرة في الأطعمة.